الدراسة أشبه بلعبة الشطرنج. شو بتعمل إذا عدى حدا من جنبك وضحك بصوت عالي؟ يعني هيك، تعال نشوف شو رح يصير. لك جبته، ما هو حكى معه. إيه؟ لا مو طبيعي. لا مو طبيعي. هاي الأخيرة اللي حكاها رهيبة رهيبة. لا عن جد هاي رهيبة. يا رهيبة عن جد مو طبيعي. عفوا حلوة النكتة كثير حلوة والله فرضت. ولي على حظي يا اختي فريال، ولي على حظي لك ما لقيت اختك نوال تجي لعندي غير يوم خطبتي. اخ بس شو بده يحكي الواحد، يخرب بيته على هالتوقيت، يخرب بيته لك هو وبلبل راكع قدامي هيك وماسك لك علبة هالخواتم وبده يشكله لهالخاتم باصبعتي واز بتفوت نوال. والله وكيلك الله وكيلك مالك علي حلفان، ثلاثة كانت مكومته للزلمة بأرضه خلال ثلاث ثواني صابه فقدان ذاكرة كلي. خام أهله اضطروا يبعتوه على مصح باليابان، قال لأنه صابه تلف بالأعصاب ما مر على الطب ولا العلم إله مثيل، بس رغم هيك ضله عايش. مشان هيك يا حبيبتي أنا زعلان كتير عليه، لأنه مو بس صابه فقدان ذاكرة، لا يا علي وصار فقر تجارب بين إيديهم. لك لا يا أختي قلت لك ما كان عندهم خيار، لأنه الأطباء اللي هونيك بدهم يعملوا عليه أبحاث وتجارب ليعرفوا شو نوع الفيروس اللي صابه. آخ آخ ومالهم عرفانين إنه هذا الفيروس هو فيروس نوال يلي محت له ذاكرته محي وتلفت له أعصابه تلف. مشان هيك يا أختي أنا زعلانة كتير، لك كنت مفكرة إنه حياتي رح تتغير مع بلبل حبيبي، لأنه كان شب ولا كل الشباب غني وشبوبية وفهيم، يعني هذا اللي بيقولوا له هيك كامل الأوصاف. إيه إجت أختك نوال أصفت له عمره أصف. لحيو لحيو بشو بده يعوضني، صار لي ساعة عم بشرح لك ذهب ولن يعود. أختي ما رح تفهمي علي، خلص أنا قايمة كفيها الطبخة اللي على النار، بحكي معك بعدين. إيه أختي بحكي معك بعدين، الله معك باي. آخ يا حوينة شبابك يا حوينة شبابك يا بلبل، الله معك يا بلبل الله معك. هلو بمالا جديد، أخي رامي اشترى حيوان أليف جديد بده يوردي العالم هضامته. تعالوا شو رح يصير. حي 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 تبع حي 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 شو حي 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 ايه حي 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 انتبه حي 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 بعد عنا حي 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 أنا كتير مبسوط.
كل ما عم نصور مع بعض عم افرح اكثر. يعني بتعرفوا انتم طريق الالف خطوه بيبدا بنص خطوه. لك طريق الالف 100 بيبدا بخطوه يعني. تماما. ومن كثر ما مبسوط لك راح انفجر بالفرحه حتى. روح 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 انفجر غير هون. يلا انا حياتي غاليه علي، انا ينتظرني مستقبل باهر، انا وحبيبه قلبي وعمري جيجي. انتم مو عارفانين شو يعني توصل المشاهدات لل 550 والمشتركين لل 600. يعني رح تبلش تربح مصاري ونصير اغنياء ما؟ لا يعني لسه بدي ضعفهم 0.5 ل 2 يعني. 2 يعني 2000 دولار. لا لا شو 2000؟ 200 يعني 200 دولارين. شو؟ دولارين؟ دولارين. عن كل مشاهدة؟ لا عن كل 1000 مشاهدة. كيف بدنا نصير اغنياء؟ كل ما يزيد عدد المشاهدات ويصير ملايين عدد المشاهدات بالالاف فنحن بزيد عنا المصاري. مشوارك شو طويل جدو. طريق الالف ليله يبدا بنص ليله. طريق الالف ميل يبدا بخطوه. تماما. انتوا لو بتتذكروا شو كان يصير معنا قبل، بدينا من الصفر ما كان عندي ولا مشاهده، وهلا عندنا 550 مشاهده. همنا عندك 550 براسك حاجتك. نا جدو يا حبيبي، نحن كل ما عم نصور مع بعض اكثر عم يزيد عدد المشاهدات اكثر. كله من نوفه. قال شو؟ قال وجهه وجه سعد. وجهك وجه اريد شي جدو؟ اكيد لا ما اريد شي. بابا طولتوا كثير، وين كنتوا لهلا؟ اكيد بدنا نطول بابا، اكيد ابنك هلك مهلك، قال شو بدي طرز الفن. يا ماما يا ماما، لو تشوفي المقالب شو طالعين حلوين، انا واثق رح نطفي ال 550 وبعدين رح نربح من كل 1000 مشاهده. قصده 0.5 ل 2 2000 دولار. لا دولارين. دولارين؟ شو محمود دولارين؟ ماما يا حبيبتي الطريق بالخطوه اجمل من الطريق بالخطوات. طريق الألف ميل يبدأ بخطوة. تماماً لارا. يبعت لحمها الحكمة، صار له من الصبح عم بيرددها وما عارف قاله، كل مرة بيقولها غلط وشكل. قصدك يبعت لحمها نوفا. صح. قال شو؟ طريقه أوله وهم وآخره ذهب، والقدر دوار يدور يدور وعلى غفلة يفرش الدولارات. أي دولارات وأي ذهب هذا اللي بده يفرش؟ يعني يبعت لحمها أنا دولارين؟ قلتي شي ماما؟ لا حبيبي، شو بدي أقول لأقول؟ يعني ما رح يصير معنا ملايين؟ يصير معنا ملايين؟ بصير معنا مصاري بس مو ملايين، بعدين شو بدنا نساوي بالملايين؟ فهموني، جدو بدي اسألك شغلة. تفضل. لو يصير معك هلا 300,000 دولار، شو ممكن تعمل فيها؟ أكيد بشتري فيلا كبيرة. إيه. نقعد كلنا فيها. إيه. أنا. إيه. وبنتي الغالية منى. إيه. ورامي حبيب قلبي عبقرينه. إيه. وأمورتنا لارا الحلوة وحبيبة قلبي عمري جيجي. وانتي ماما؟ أنا؟ إيه؟ أنا بأمن على أولادي. إيه؟ لارا ورامي. إيه؟ بحط لهم مصاري بالبنك وبشتري بيت وبوزع للفقراء. وانت رامي؟ أنا بتبرع بالجزء الأكبر منه للجمعيات الخيرية. إيه؟ والباقي بوزعه أنا على ماما. إيه؟ وجده. إيه؟ ولارا. وانتي لارا؟ بحطهم بالبنك. ايه. وبشغلهم بالبورصة. ايه. ومن الفوائد بعطي جدو ورامي. ايه؟ وماما. انتو شايفين ان من موضوعاتكم الخيالية هاي ولا واحد ذكرني؟ اكيد ما حدا رح يذكرك ولا انك داخل ببال حدا. قوم حاجتك نق وقرقر، قوم للعب لنا دق بلاي ستيشن، قوم. بس بلا ضرب بوكسات. ها؟ اكيد يلا. بس ولا غلطة ها؟ همات؟ يلا. دولارين. عن كل 1000 مشاهدة. هدي يلا. يا سلامة. يلا تفضلوا على الغداء. شو الأكل؟ مجدرة. واو. لا للأسف مضطرين نرجع للتقشف. تقشف. ولا كلمة. ما في غير مجدرة وبلا لبن. للأسف لأنه الوضع المالي تبعنا رجع تدهور من أول وجديد، وإذا ما انتبهنا على حالنا رح تدهور أمورنا ونصفي بالشارع. لهذا أعلن ومن هذا المنبر حالياً
اعلان حاله التقشف في المنزل ساريه لبين ما توصل حوالك خالتكم فريال. وامتى توصل حواله؟ بهاليومين شرفوا. حسنا. هات ايدك يا جدو. هذا بيعطي مجدره. دبحتنا دبح بالتقشف تبعها. دولي مجدره مجدره هي. يا روحي مو مصدق امتى تجي ونبلش تحضيراتنا للخطبة يا عمري يا روحي انت. مرحبا جيجي شلونك؟ انا جدو كثير اشتاق لك. بس ثواني جدو كثير اشتاق لك. ايه ايه بس مو معقول لسا بدكم تعملوا خطبة؟ اعملوا عرس دغري. ايه ايه جيجي احسن بتكسبوا وقت وكمان بتوفروا مصاريف. بتعرفي جوجو انه نحن دخلنا مرحلة التقشف جديدة باركينا. والله لو كان فينا التقشف رقم كنا اخترقنا جنس. لحظة حبيبتي. باي باي لحظة حبيبتي لحظة شو بدك ولا؟ هاج بقى صراحة يا عمري انت السبب. رامي قال لي انه انا لازم اصير اجتماعي ولازم اعزز قدراتي المخية واتواصل مع الناس، فأنت أنت أول شخص أتواصل معه. ليك ولا خلال 5 ثواني إذا ما بتغادر من هون راح أطرحك بوكس، كسر لك وشك تكسير وغير لك معالم حياتك وفكرك وتاريخك، فهمت؟ طعمه فرعي. بس لحظة، بس بدي إياك تخلص بسرعة عشان ننزل طوط، عندك كم فيديو أحسن؟ خلاص أحسن بطاطا أعظامك عظمي عظمي، فهمت؟ يلا وطلع ولا حس راح أقعد هنيك وتابع ولا صوت، إيه يلا. نام يا شمسي المضيئة يا عمري. نام يا غصن قلبي يا سنبلة حياتي الذهبية. نام يا غصن. انت جيجي الغالية. انت جيجي الحلوة. يا محمود يا عمري. نام يا غندورة البوابة يا روحي. نام يا قلبي. رامي محمود قوم معقول. نعم يا نجمة الهواء اطلق الأسر. ثواني حبيبتي ثواني ثواني. ايه ليك ولا إذا ما بتسكت أقسم بالله. في حدا غريب؟ هدول مصاري. بعرف وكثير بعرف. رزم رزم يا منى رزم رزم. في اغرب من هيك؟ لا لا. انا برايي نحكي مع الجهات المختصه وتجيها تتصرف. لا ولا عجزتي بتتسلم هاي الشنطه. بس حكي ماما مزبوط، نحن ما لازم نتحمل هيك مصيبه. هاي مصيبه محمود يقول مصيبة، هي نعمة وما لازم نفرط فيها بنوب، فهمتوا؟ منين اجت هي الشنطة؟ محمود قال لي جيبها. ايوه انا قلبي كان حاسسني. ما قلت لك يا بابا؟ ما قلت لك؟ صح يا منى قلتيلي وما صدقت. رامي انا ما قلت لك انه امك قالت لي وما صدقت؟ بلا قلت لي اللي قالت لك يا ماما وما صدقتك. ما قلت لك يا لارا اللي قال لي يا جدو اللي قالت له يا ماما وما صدقتيني؟ مزبوط. ايه؟ وما صدقتك. شوفي قلت له ما قلت لك صدقت صدقت ما قلت له. شوفكن تصرفاتك الغير طبيعية. وهي قصة اليوتيوب كلها غطاء لشيء ما خفي. خفي؟ مين انتو؟ مع مين متورط؟ محمود اعترف من وين عم تجيب هالمصاري قول. يا عيب الشوم عليك يا عيب الشوم عليك. فضحتنا ووطيت راس العيلة. فضحتنا يا محمود. ضاع مستقبلك يا لارا ضاع. لارا انت مالك ملاحظة بكل مصيبة بتصيبنا اول شي بيضيع مستقبلك؟ واعترف. انا ما دخلني كل اللي صار انه قلت لها لارا لا تنسى الاغراض هي ورامي بس يخلصوا تصوير يجيبوهم معهم. كذاب.
ليش هيك عم تعملوا فيني؟ ليش عم تخوفوني؟ حمود قول الحقيقة. أنا ما دخلني. إذا بتكون تتهموا اتهموا لارا. أنا عم طبخ راضي لقيت شنطة، عم اجيت أخذتها فكرت لأنه بس هو محمود حكى لي ديري بالك عليها. إييييي علينا، ليش عم طلعوا فيني؟ لك صدقوني يا عالم صدقوني، أنا لو معي كل هالمصاري ما كنت اشتغلت كل هالشغل ونزلت من الصبح واشتغل ألف شغلة وشغلة. ما أنا عم اشتغل ليصير معنا مصاري ونرتاح. ليش بتحسسوني اني فيروس بهالبيت؟ يا الله، ليش عم تحسسوني اني سبب كل الكوارث الطبيعيه؟ ليش عم تحسسوني اني سبب ثقب الاوزون؟ ليش عم تحسسوني؟ اخ راس لا بقى تتحسواس، قررنا انك بريء من هاي الحادثه. انتم متاكدين انكم تراجعتوا بقراركم؟ ممكن نغير راينا باي وقت ونتخذ بحقك قرارات صعبه. هلا اهم شيء صار معنا مصاري كتير كتير. ياي لا ما حدا بمد ايده ولا على دولار واحد، قصدي لبين ما نعدهم يعني ونشوف قد ايه. وبعدين ما بعرف ما بعرف بعدين، يعني ليش عم تحسسوني انه انا المسؤوله الوحيده على هي المصيبه؟ خلاص خلاص انا فكرت اني رح اخذهم وحطهم بالبنك باسمي وبعدين بنشوف شو بدنا نعمل فيهم. بابا بعتذر منك ومع احترامي الكامل لك، بس انت على وش جواز، يعني بكره مرتك رح تضحك عليك وتاخذهم منك. انا برايي نحطهم بحساب مشترك. ما فينا نحطهم بولا حساب لانه رح يسالوا من اين لك هذا. عندي حل. ليش ما نتقاسمون؟ لانه هذا الحكي غلط. شبك ماما احكي لك كلمه، هلا كنت عم تقولي بدنا نسلم الشلته للجهات المختصه وما بعرف شو. لك يا رامي في أخصخص مننا بهاي المصاري؟ ما نحن عايشين بحالة تقشف، نعمة والله بعثنا إياها منرفضها؟ ولو كنا بحالة تقشف ولو كنا تحت ضغط مادي عم يكسحنا كسح، ما لازم ما لازم يا جدو ما لازم أبدا ننسحر بزيف الأموال ونتجنب عبقه. لازم إيه؟ يا عدو المادي أنت، يا زيف عدو المادي أنت. رامي لا تأخذ أنت شي من المصاري، انا راح اخذهم وانا راح اتحمل عبئهم منيح هيك. انا ما دخلني، قرروا لحالكم، بس لا تنسوا بدي نسبتي من العمليه. لك هذا اجحاف اجحاف، لك اجحاف فينا كبشر. لك انتوا كيف تقبلوا تاخذوا شيء مو لكم؟ كيف لا اقبل لا اقبل. خلاص خلاص انت ويانا قرتوا لي راسي. نحن هلا مشوشين مالنا قدرانين نفكر، خلونا نهدى شوي ونصفن شوي ونفكر شوي وإلا ما نلاقي حل. يعني شو بدنا نعمل هلأ؟ حبيبي يا محمود، أمك بالعادي طلبت منك شي شغلة بتعملها عادة؟ فكر بس فكر شي مرة. إيه طيب رح جرب. هدول المصاري لشي عصابة وكانوا عم بينافسوا عملية واجيت أنا أخدتها. ممكن، وبما أنه هن محترفين أكيد كانوا عم يراقبوا المكان. وأكيد لما أخدتيهم شافوكي وبهيك حالة يعني شافونا، يعني عرفوا مين نحنا. لحقوكم أنتوا جايين لهون؟ يعني صاروا يعرفوا من بيتنا؟ مين هنن؟ هنن أصحاب الشنطة يا بني آدم. يعني هلأ نحنا حياتنا بخطر. ليش حاسس اني شايف هالمشهد من قبل؟ انتوا دائما بتقلبوا لا دراما تركيه لا فيلم اكشن امريكي. اسمعوا احنا لازم نترك هذا البيت باقل من 12 ساعه. وين بدنا نروح؟ ما بعرف. ماما انا خايفه ياذوني. لا تخافي حبيبتي، ما حدا بيأذيكي وانا هون. مزبوط، لا تخافي حبيبتي، اذا اضطرينا نسلمك للعصابه انت ما تعملي شيء، بس قولي لهم مين قال لك تاخذي الشنطه. محمود كمية الحب اللي عم تعطوني اياها عم تخنقني. بكفي تحبوني بكفي. عنا حل واحد، ننزل على نفس المكان وناخذ معنا الشنطة ومحمود. لا لا ليش حتى ننزل نحن جدو؟ ما هو سبب محمود، خليه ياخذ الشنطة ويروح يوصل لنا اياها. ايه
هذا الحكي هو المزبوط تماما. سيك محمود تطلع وما بترجع على البيت الا ما تعطي هي الشنطه للعصابه، سامع شو؟ يعني ما عرفت كل مصاري خلاص؟ لا. اخر كلام؟ ايه. بدكم يعني انا اروح احط الشنطه؟ ايه. ومالكم خايفين علي يعملوا لي شيء؟ لا. لا. طيب صحيح ليش ما تخيلتوا او توقعتوا انه صاحب الشنطه هاي حب يتبرع؟ يعني مو لحدا، ما قصدي مو لحدا، يعني قصدي انه حدا معه مصاري كثير وحاب يتبرع بس ما حابب يورجي حاله مثل رامي يعني، وحط هاي الشنطه وطلعت من نصيبنا وجابتها لارا. لك صحيح نحن ليش ما فكرنا بهذا الشيء؟ ايه كثير معقول هذا الحكي، يعني هي الشنطه وهذا المصاري من حقنا. صح. ايه بهالحاله فينا نحتفظ فيها بس بشرط واحد. شو هو؟ نتبرع بجزء منه. ايه 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 جدو نتبرع، ليش حتى ما نتبرع؟ هات هات بالاول خلونا نعدهم. ايه ماما اجي عليك انا. طلعوا 340,000 دولار أمريكي. ياي كتير كتير كتير. الحمد لله يا ربي الحمد لله. نعمة كريم. بس لازم نتبرع ب50% منهم. إيه جدو نحنا رح نوزع المصاري وإنت من حصتك تبرع ب50% تبعك. 340 تقسيم 4 رامي. 85. كيف أربعة ماما؟ نحن خمسة، 1 2 3 4 5. إيه والله نسيناك يا محمود. هلا بدنا نرجع نعيد الحسبة من الأول مرقوة. لا لا ما منعيد الحسبة. نعطيه له 40,000. إيه. ونحن متقاسم 300. يعني 75 لكل واحد. حسنا. بس ليش؟ هيك جدو لأنه هيك. رامي جدو وزع خلصني منه بقى. يلا. يعني ليش انا اطلع لي على شيء ليش؟ حبيبي محمود حبيبي نحن بنخاف عليك، بنخاف يصير معك شويه مصاري وتضيعهم وتضيع حالك، هيك احسن لك تقبرني. بتخاف علي؟ لك من شوي انا كنت السبب الرئيسي بدكم تسلموني، لك لولاي ما كنتوا عم تتقاسموا الاف الدولارات. لك يا عيب الشوم عليك، عم بتمننا بشويه دولارات؟ اتفو اتفو على هيك تربايه. شويه دولارات؟ فاجأتني يا محمود فاجأتني، كل شي توقعته إلا إنك تقول هذا الشي يا ندل. خذلتني وأنا كمان. خلاص خلاص الله يسامحكم بس أنا آسف. أعطيني لأيدي. لوين؟ هي الشنطة رح حطها عندي بالغرفة وما حدا بمد إيده على دولار واحد لنشتري بيت. طيب نحن لشو تقاسمنا يوم؟ بابا. صح. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. شكلك مو نايمة منيح. ولا لحظة. من الفرحة أكيد. أنا فرحة هي كل الليل عم بضرب أخماس بأسداس عم فكر بقصة هالعصابة. والله يا منى وأنا مثلك كل الليل ما قدرت نام. أنا كمان كل ما كنت بدي أجي نام لاقي شنطة كبيرة عم تلحقني مثل الوحش. كل ما بدي أغفى بسمع صوت غريب قدام الباب. ولقيت حدا؟ لا يمكن هرب لما سمع إنه في حدا إجا. أنت متأكد؟ 100%. عشان هيك ضليت واعي لطلع الضوء. ماما انا خايفه. لا تخافي حبيبتي لا تخافي، يعني انا اهم شيء هلا روح اطمن على هالشنطه. ايه بروح معك انا. تعوا عجلوا. يا
لازم كل ما نخاف نجي نشوف هالشوفة عن جد بترد الروح. حاسس حالي تنشطت ولازم انزل العب رياضة. وانا دورت الدموية انتعشت. وممكن لانتعش اكثر اخذ من حصتي شي 100 دولار؟ لا ما حدا بمد ايده على المصاري لنشتري بيت. وبدنا نضل تحت تقشف. ايه لا توصل الحوالي. على الفطور. يعني مو نازلين تصور معي؟ طبعا لا جدو مصاري وصار معنا. شو بدنا بهالشرشحة بقى؟ شرشحة؟ ايه شرشحة جدو هذا اسمه فن. فن بابا انت ولارا ورامي لازم تضلكن عم تصوروا مع محمد. ليش؟ ليش ليش؟ حبيبي لازم ما يبين علينا التغيير، الناس بتنتبه على ادق التفاصيل، بكرة بيعرفوا انه صار معنا مصاري فجأة. صح والله مزبوط بايدك حق يا بنتي. خلاص جدو رح انزل معك انا على التصوير. يا عيني ما احلاكي، يلا روحي اركضي مشان ما تاخري على المدرسه. يلا بحط لك هذا الفستان بالكيس. شكرا نمنم كثير حلو. لك انت الحلوه بس عجلي مشان تلحقي تروحي مع رامي على المدرسه. انا ماني رايح اليوم على المدرسه. شو حاسس هيك بتشويش ممغنط مسيطر على دماغي، لهيك بدي فرغ طاقاتي وانزل مع محمود صور. معناها يلا خلونا نكسب ضوء النهار. يلا خلص لكن انا بوصل لارا، بس انا عندي زياره لعند ام فؤاد بعد الشغل. مين بده يجيب لارا من الحفله؟ انا بجيبها. لا محمود. ما هو قال انه هو بجيبها. محمود يعني محمود. طيب ماشي يلا قوم. هلو بملف جديد. انا اليوم قررت انتحر وجده فريد واخي رامي عبقرينو رح يساعدوني. قال لا بس انا قررت لا بعد سيف سيف ساعدتنا معنا بس شوي. شو احمد بيشلح حاله من فوق. شد 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 منيح. شو احمد ينط من فوق. تساعدينا شوي عمو الله يخليك. شد شد منيح شد منيح شد منيح شد 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 وين رجع يا مجنون. لك رجع لك شو عشد وين هربت. هيوه هدي 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 وطي وطي شد منيح نزول. لا تخاف رح شد احنا كامشين منيح نزول. اربو 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 لهون اربو لهون اربو لهون. وينه؟ على الشباك على الشباك. شد عم شد. ولا تعالوا شاد. ليكو ليكو بين بين شد شد شد. يا بابا قلهم. تعالوا مش على الله. قلهم. مش على الله تعالوا. قلهم هاك هاك. تزا تعالوا تعالوا أربعة أربعة. لا لا مش على الله لا تقف مش على الله. مش على الله. قلوا على وين وقف. كيف يطلعوا عليه للباب؟ ما طلعنا ما مش الحا. أربعة أربعة شد شد شد. ولا يا جماعة قلبوا. خلاص يا بيرمي حاله في سارة. شدوا. لكن مسك شوي بس. ما بدي امسك انا. هذا يمسك والله. كله. لك ما بعد ما بعد كله كله انا. هدي هدي يا ابو. بس 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 شد بس شد. ما من هون الباب. مش على الله روحوا له. روحوا له. مش على الله. اعملي له باي للكاميرا. بطل ينتحر وبطل ينتحر. اعملي له باي. مين عم دوروا؟ شش وطي صوتك. ليش؟ يبدو نحن مراقبين. أكيد لأنه أنا شفت أكثر من حدا عم يروح ويجي قدامنا. لك لا هي كان الشارع عجا والسيارات عم تروح وتجي كمان. ممكن هذا الشارع الرئيسي. بصراحة أنا انشغل بالي رجعت عم بفكر بقصة العصابة. وأنا كمان إيه ما بظن في شيء من هذا الشيء. أصلا فكروا اللي قلت لكم إياه ما بظن. يلا يلا جدو انا بفكر نعمل اجتماع. افتح الباب وفوت. يلا شوف هيك بس وطي صوتك. امان هلا فكر لي من هون. امان شوف جوا اخراج بس فوت.
لازم نركب كاميرات مراقبة على الباب. فكرة. ونحط قفل جديد ونركب سياج شائك على البلكون. كمان فكرة. لا أنا برأيي إنه نحط إعلان ونقول لهم للعصابة إنه نحن عنا الشنطة السوداء اللي فيها المصاري تعوا خدوها. جدو والأفضل إنه نحط حراس. مزبوط 24 على 24. إيه. أوف بس ليش كل هاد؟ حياتنا مهددة بالخطر. وأنا حاسس بهذا الشيء. مزبوط ويمكن توصلنا العصابة بأي لحظة. لك حبيبي لو بدها توصلنا العصابة كان وصلتنا من زمان. شوفوا رقم غريب. لا ترد جدو لا ترد دير بالك ترد. رد 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 وقول لهم انه للعصابة يمكن يطلعوا هن قول لهم تعوا عنا الشنطة وخذوها وريحنا من القصة. لك انت بتفكر القصة هيك بهالبساطة بتصير؟ ولك هدول بفوتونا بأعمالهم الدنيئة إذا وصلوا لنا. فهمها هي. مزبوط ما رح رد ما رح رد ما رح رد. انتوا ما نمتوا وبلشتوا تهلوسوا لازم تناموا. لا 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 أبدا ما لازم ننام لازم نحرس الشنطة جدو. انتوا ناموا أنا بحرسكم. ما اقتنعت. انا ما عندي ثقه فيك انك تحرسنا وتحرس الشنطه بالليل. ما راح نام. تسمعوا يلي عم اسمعه هذا صوت تسكير الباب يلي فوق. تسمع شو كون جيران عم يحركوا كراسي شبكون. لا, لا 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 واضح انه في تجهيزات عم تتم للانقضاض علينا بوضح النهار. مزبوط ايه تعال هي حركة غريبة. ها اسمعوا حركة غريبة عن جد. انا اسف ليطلع مني هيك كلام. بعرف انه مو متعودين على هالكلام بس انتو بلشتوا تهلوسوا وصار في معكم هيك حالة انه تتخيلوا اشياء قدامكم فانتو لازم تناموا وترتاحوا. بدون رقم اكيد هي العصابة. لا ترد جدو لا ترد. نحن لازم نجهز حالنا. تعالوا لكم شو رح نعمل. قول تفضل. وهيك اي حدا بده يخترق الباب رح يطلع حركه وبنسمعه. مزبوط فكره حلوه كثير. عن جد انتم بلشتوا تهلوسوا كثير ولازم تناموا. ليش كل هاد؟ جدو يبدو هذول الاغراض ما بكفوا. خلينا نجيب الطاوله من جوا. اسمعوا اذا ما بدكم ساعدكم انا بدي انزل اصور. اوه حتى ما سمعوني. هلو بمقلب جديد. في ريحة مضيعة ولازم لاقيها. خير يا سلم. شوفي مريض الله خليك. تعرفني شي انت؟ كسرت شو بدك فيها؟ انكسرت. لارا نزيد جيب لارا. لازم نضل صحيانين لانه بصراحه ما بنعرف امتى تيجي الاصابه علينا. جدو نحن هلا رح ندخل بمرحله الهلوسه الوهميه للانطباع الوهمي لانه صار لنا حوالي 24 ساعه ما لنا نايمين وعنا حاله من القلق والخوف ورح تتضخم هي الحاله بسبب قله النوم. بس نحن فينا نسيطر على اوهامنا عن طريق السيطره اللا اراديه اللا منطقيه. ايه بإيدك حق رغم مو فهمان عليك شيء أبداً. فكان محمود معقول كان شطر حسابي ليوقعونا معه؟ ممكن وممكن كمان يكون قدر يهرب منهم ومتصل ليطمنا. رد عليه جدو رد. متأكد؟ لا بس جدو بحذر شديد وحاول إنه أنت ما بتعرف محمود وما بتعرف شيء عن الشنطة بلكي يكونوا مراقبين الخط. رد عليه جدو. أنا خايف يكونوا لاقطينه ليوقعونا معه. الو ايوه مين معي؟ جدو انا محمود. شو معي رامي؟
مين محمود؟ محمود ابن بنتك. بعلامة شو؟ بعلامة اني انا محمود ابن الشو اسمه السعادة، عرفتني؟ ابن هذا الشو اسمه. وخير شو بدك؟ جدو رحت لجيب لارا من المدرسة ما لقيتها. شو؟ ما لقيت لارا؟ لا خطفوها، نحن لازم نتحرك. جدو بس لوين؟ جدو ما بعرف، انت قلت يلا نتحرك، تحركت. ايه بنروح ندور عليها جنب المدرسة بالأول. لا منخبر الشرطة. لا 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 جدو، شو منخبر الشرطة؟ بلكي كانوا خاطفينها وبدون الشنطة بدالها. ما لازم نخبر الشرطة لتتصل العصابة، خلينا نمشي روح. يلا هدي هاي. يا حبيبتي يا لارا، وينك يا جدو؟ هلا شو صاير فيك يا جدو يا لارا؟ ما عم صدق كيف هيك خسرناها يا جدو؟ ما عم صدق. رامي جدو اهدوا شوي، لارا بكون قاعده مع حدا من رفقاتها او تاخرت شوي، بعدين لارا لما بيكون مع المفتاح بترجع على البيت لحالها. وينها؟ ليكو البيت قدامك، طلع ليها. وينك يا لارا؟ وين كله من هالشنطه اللي عشان اللي شفتها؟ يعني كله منها، كله منك. ايه انت السبب يعني انت السبب، كله منك. لك شو في؟ شو صاير؟ ليش هدول الغراض هون؟ عم نحمي حالنا ماما، العصابه قررت تهاجمنا. لا ماما، جده ورامي ما ناموا فبلشوا يتهيئوا شغلات قدامهم. لا مو تهيئوا، اتصلوا فيني اكثر من مره وانا ما كنت رد عليهم، وعلى اسره يمكن هني خطفوا لارا. شو؟ لارا بنتي مخطوفة؟ وما بنعرف وينها. يا حبيبتي يا لارا، وينك يا لارا؟ شو عم تاكلي يا لارا؟ لا ماما، لسه الساعه 7 يعني بكون مع حدا من رفقاتها. ليش ما رحتش بتاع الوقت؟ ليش؟ جده ورامي كان عم يسوي خطه وانا كنت عم بساعدهم بالخطه. كذاب، كان عم يصور. يعني التصوير كان اهم من لارا يا لحظة، في حدا محرك هذا الساتر، في حدا فايت بغيابنا. معقول يكون حدا اجى وسرع الشنطة؟ معقول كثير. تعال نشوف. فوت قدامي. لا انت ليش انا؟ فوت قدامي. امشي قدامي يا خليني اشوف. روح قدامها. امشي بغياب اللي رانا. امشي. ما في شيء. معناتها فاتوا وسرقوها. لازم نطلع ندور على لارا ونخبر المشابه والمغفر كمان. معكم حق. يلا اسمع صوت. شو؟ صوت لارا. وين؟ لارا هون. لارا هون. ايه وينها؟ لارا حبيبتي ليه متخبية هون؟ كنت خايفة، ما حدا اجى اخذني من الحفلة، اتصلت بجدو اكثر من مرة مو حافظة انا رقم ما رد علي. اسف جدو اسف، افتكرتك العصابة. انك خليت الناس توصلني لهون، خفت لحالي، اجيت نمت بالخزانة. طيب حبيبتي طيب، تعي انزلي. قوم يا جدو قوم. هاي الشنطة ما عم تجيب لنا غير المصايب. إيدك حق. اجتماع. تفضل. هاي الشنطة ما لازم تضل عنا ولا ساعة واحدة بالبيت. طيب يا ماما استني لبكرة، لأنه عن جد رامي وجدو عم يتهيأوا وصار معهم هالوسات. لا هالوسات ولا شيء. كل اللي عملناه كان مشان نحمي حالنا. صراحة أبونا هاي الشنطة لازم نسلمها ونخلص منها. أنا مع هذا القرار. وأنا ماما بس ممكن آخذ منها بس
كمشة ولا دولار، ولا دولار واحد. هي الشنطة مصيبة بدي أخلص منها اليوم. طيب استني لبكرة الصبح ماما. أبداً، هلأ بدي سلمها وارتاح. طيب جاي معك. جدو ماما لارا رامي اسمعوا اسمعوا. شوف ايه سيد الحقائب، في بادرة فريدة والأولى من نوعها تبرع السيد سين لام رجل أعمال المليونير بمبلغ يقدر بأكثر من مليون دولار، وذلك من خلال وضع مبالغ مالية كبيرة بخمس حقائب جلدية سوداء وتوزيعها في أماكن مختلفة من المدينة، لجدها صاحب الحظ السعيد تغير حياته للأفضل. شفتوا؟ أنا طلعت صح. هلو بمقلب جديد. اشتريت غرض واحد، ممكن أقطعه قبلكم؟ خليني امشي قبلك. طيب بس اقطع واحده بليز. سوري بس اقطع واحده. لا يا اخي شو تمشي قبلك؟ ها على السريع بس. مر قدامك يلا. اذا اسرع منك يلا. هودي كلهم؟ لا هي واحده بس نفس النوع. هي لا لا لحظه لا لا انا باثنين اذا سريع بس واحده نفسها. ما هي نفسها. ما تخليني اطلع صوتك. سوري مدام. خلص بسيطه يلا. بعد بدك تعديهم؟ ايه واحد اثنين لانه كل 12 تحت. اخي يلا واحد. شو جايبك علي؟ مين قال لي اربع؟ لا انا جاي قبلك استاذ لو سمحت. بس انا جيت قبلك. انا مارق قبلك بمرق قبلك. قلت لك وحده بس. ليك بعدني مطوله بالي عليك. بتزيح من هون؟ الجبنه من وين جبتيها؟ يا عم زاد تقيل الدم. ما بصير هيك. بتضحك علي يعني؟ وحده عندك 20 وحده؟ لا ما انت شرحت لي معروف. خذها تفضل. ببساطه أدي حاولت منك فلكت فوق. خلص من هون وخلص. يا فريدك من هون. وين بدفع؟ شو بدك مني؟ قل لي شو بدك؟ خلص بس البطاطا. قل لي يعني ولا بدفع عنك أو تدفع عني؟ لا دفع عني. بس بدي دفع عني ووديني. بس بدي منك شغلة. قل لي. بدي منك تقولي بالي الكاميرا خفية. يا جوني جوني يس بابا. يا بابا. ما بدي حلب لحالة يكون أكلات أحسن أكلات. كيف أفهم لك؟ تكرم. أبدك 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 أنا نازل فيك. خلاص ما قبلت. كم؟